التلفزيون العربي. أسألك كذلك، عندما ننظر، إذا ما ألقينا النظر الطائر على الاستهدافات الإسرائيلية منذ بداية هذه الحرب، وسام الطويل، أبو نعمة، أبو طالب، الآن إذا ما صح القول بخصوص فؤاد شكر، هذه ليست خروقات تستحق تفسيرا واضحا لهيكليات حزب الله الأمنية؟ كيف تصل إسرائيل إلى هذه المعلومات، خصوصا فيما يعنى بشخصية كهذه؟ حقيقة الاستخبارات العسكرية يعني تعرف الكثير حقيقة عن المقاومة، وتعرف كثير عن حركات المقاومة وعن كل الدول العربية. يعني حتى يعني هذه الشخصيات هي ليست شخصيات يعني مخفية أو يعني غير معروفة مطلقا. في الحرب الأمنية بين إسرائيل وبين المقاومة في لبنان هناك يعني حرب قائمة على هذا المستوى. ولكن يعني إسرائيل أيضا في السياق التاريخي هي تمتهن الغدر وتمتهن قتل الشخصيات وتصفية الشخصيات التي تكون مناوئة لها، وهذا مسار تاريخي حقيقة تخططه إسرائيل، لأنها تخاف أو تحاذر في مرات كثيرة المواجهة المباشرة، فهي تعتمد هذا الأسلوب. ولا يعني أحد يقول أن إسرائيل لا تعرف الكثير عن حركات المقاومة، هذه حرب أمنية ومن الممكن أن تصل إلى هذه الأهداف، لأن هذه الأهداف أيضا يعني هذه الشخصيات هي لا تختبئ في أماكن تحت الأرض، هي شخصيات ميدانية أيضا. يعني وسام الطويل اغتالوه في قريته خربة سلم وكان يتنقل بشكل يعني شبه عادي، بمعنى أنه قائد ميداني لا يختبئ في غرف مكيفة ويرسل المقاتلين إلى الجبهة. أيضا أبو طالب في يعني المسار نفسه وهو كان يقوم بدور كبير على المستوى الميداني، والشهيد أبو نعمي كذلك. فإذا هذه حرب، والحرب سجال، أحيانا يعني يستغل العدو أي ثغرة أمنية ويصل إلى هدفه، وهذا يعني يحصل في كل الحروب في العالم. والإسرائيليون حقيقة يعني مثل ما قلت يمتهنون هذه المهنة ويمارسون الغدر بالطريقة التي يحيدون فيها الشخصيات أو القيادات التي تناوئهم وهي تشكل خطرا عليهم. التلفزيون العربي.